غير 5% من الملايريه اللي في العالم كامل هما اللي وارثين، و95% بادين من الزيرو على كتافهم. ولكن الفكره اللي خصنا نركزوا عليها هما دوك 5%. مالهم؟ كتكون السيد الشخص هو هذا ياك، نديروا ليه اليدين والرجلين، دماغه تساوي 5000 درهم ياك، ما تباه ولا عنده ملايرات. الفارق ما بين النيفو ديالو هو والفلوس اللي عنده في البنكه كبير بزاف. عنده جوج الاختيارات، الاختيار الاول هو انه يخدم على راسه يطلع لذاك النيفو، والاختيار الثاني هو انه شنو، انه يتمتع بديك المليار حتى كتقاده وكيرجع للبسط. كيرجع في اخر المطاف فين؟ كيرجع لذاك الشيء اللي الدماغ ديالو ساوي. عندي هذه القصه هذه عشها بدون ذكر الاسامي حتى الناس باقي عايشين. هادو ناس عندنا في البلاد في وجده، جوج الخوت باهم ملايري، مات باهم ورثو مليارات ما شاء الله، مليارات صحاح. الاولاني اشنو دار؟ جا الكازا كيمشي لعند الدياب، كيدخل البواط كيقول لي شحال كتصور في هاد البواط، كيقول لي 50 60 مليون في الليله، كيقول لي سد البواط هاك 50 مليون خليني انا والبنات. هذا الاول اللي قرر انه شنو، انه ما يضربش الشماره باش يطلع لذوك المليارات. ثاني اشنو دار؟ ثاني فتح جوج ديال الحسابات في البنك، حساب الاولاني حط فيه الفلوس كامله اللي ورث، والحساب الثاني كيدير فيرمو ديال 10000 درهم في الشهر. وفاش جلس مع الدراري شنو قال لهم؟ فرق ما بين الاسم، انا سميت ياسين الصادقي، قال لهم الصادقي ورث، وعطى لي ياسين 10000 درهم باش يقلب لي على شي تبزنيسه يحط فيها فلوس. شوف الفكره اللي طاحت عليه كيفاش دايره، وبدا خدام على راسو حتى ولا دابا في وجده تبارك الله اي واحد جبتي ليه السميه ديالو كيقول لك عارفينه. البيزنس عنده بارتو، يعني شنو قرر؟ قرر انه عارف بانه النيفو ديالو ماشي ديال دوك المليارات، ولكن خدم على راسو باش طلع النيفو باش يبقى خدام داك الشيء ويبقى شادك. حيت بعض المرات راه ماشي الصعيب هو انك تنجح، الصعيب هو انك تبقى في نفس النيفو ديال النجاح اللي انت فيه.